ستي طاب مساكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحية خالصة طيبة لكم اينما كنتم. الليلة الموعد هنالك في القارة السمراء، في القارة الافريقية، حيث المواجهة العربية التي تجمع ما بين الاشقاء ليبيا ومصر في لقاء بصافرة جنوب افريقية لدى السيد فيكتور غوميز. لقاء الليلة وقمة الليلة وسهرة الليلة تجمع ما بين الشقيقين الفراعنة. كر هنا في بنغازي الأمور بتعادل سلبي ومخالفة ركلة حرة مباشرة لدى المنتخب المصري. الرأسية حاضرة بينما هنا لدينا كرة ليبية، المحاولة عكسية للمنتخب الليبي، عكسية مصرية. الكرة لدى حمدو، حمدو يبحث بالكرة، تمرير الكرة بعد ذلك لدى أمرو، سولية نقل كرة طولية أمامية، حاول بعد ذلك نقل للأمام، انطلاقة من عبدالله السعيد على اليسار الأكسي مقابلة في الجانب الذي أيضا شهدت الأيام الماضية. الخلف لدى البدري، نقلة هنالك في أقصى اليمين، وشابية جارفة لدى كلا البلدين، تمريرة مصرية، مصطفى يحاول المرور، أمامية لدى مصطفى بكورة، خاصة العناصر المعتادة على مصري يبحثون عن كرة عالية أمامية، فوز واتصال آخر، تمريرات أكرم، كرة تلعب، محاولة بعد ذلك، صلاح بنقلة بتمريرة في العمق وكرة. النجم الكبير من هذا النجم الأسطوري، الكرة تعود لدى المنتخب الليبي، محاولات ألف سلامة للشناوي. يشكو من صلاح بعد ذلك بكرة تنتظر لباليسار على عكسية من أبو الفتوح، ورة الأولى في بنغازي، صلاح حلها، صلاح ومواجهة لمرمى ليبيا، الكرة بعد ذلك تقطع وتبعد من الدفاع، وأحضان محمد نشنوش في اللقطة الماضية. خطأ لدى عمر السولية، توفيق والسولية، السولية كرة حاضرة مصرية، مرموش كرة بينية في العمق مصرية عند مين؟ الله 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 الله، كرة مصرية عالمية في الكرة الليبية، تعود محاولة تسديدها، اندفاع في العناصر الأمامية، محمد صلاح أجه. لذلك الكرة تلعب على القائم الأول، ارتيب الكرة تلعب خاصة المجال الذي سوف يتحدث به هذا الاسم، ومحاولة وكرة عكسية، الكرة عالية أمامية هي أقرب، بعد ذلك اليسار مرموش يلعب كرة ذكية، مصطفى محمد يأتي بثاني أهداف الفراعنة. الكرة بالجانب الأيمن، محاولة واكسي، سنوسي رقابة رجل لرجل، كرة لويبا دنهوني، حمدو يحاول المرور ويلعب كرة أيضا، كرة بتلعب نفذت عالية، محمد صلاح طمع عين أبو صلاح، تعود مرة أخرى للمنتخب المصري لدى مرموش، التمريرة عند مين؟ وكرة ليبيا لا شيء في المواجهة الثالثة، والنور يبحث عن التوغل، يسدد كرة، حاضر التمريرة، محاولة كنترول هذه المجموعة، كرة ليبية تبدو خطيرة، كثاني التغييرات للمنتخب الليبي، محاولة للمرور وأيضا لعب الكرة العكسية ورأسية، أبو جبل مرة أخرى لكن أيضا محاولة تنويع اللاعب، الكرة بالعمق اللافح، محمد صلاح بكرة ذكية وصلت عمر مرموش، عبد الله السعيد وتسديدة، رائعة كانت من عبد الله السعيد، أبو الفتوح للسعيد لمحمد صلاح بنظرة بفرصة لهدف ثالث، تمريرة لمحمد صلاح، محاولة للتمرير بعد ذلك أيضا التسديد والكرة والمهارة والتمرير الذكية وهدف ثالث يا راس
المسيح.